ياتي حصاد عام 2016 من العلاقات بين مملكه البحرين والمملكه المتحده، زاخرا بالتعاون القوي بين الجانبين في المجالات كافه. تم الاحتفال هذا العام بمرور 200 سنه على العلاقات البحرينيه البريطانيه عبر فعاليات متعدده وزيارات ناجحه بين مسؤولي البلدين. تاريخ طويل من العلاقات البحرينية البريطانية وصل هذه السنة إلى مئتي عام ليشهد حصاد عام 2016 نجاحا قويا على مستويات التعاون كافة. فدعما للقضية السورية شاركت مملكة البحرين في مؤتمر دعت إليه لندن أول العام دول العالم لجمع تسعة مليارات دولار للمتضررين في سوريا عقبته جهود متواصلة من سفارة المملكة في بريطانيا وجولات لمعالي وزير الخارجية استكمالا لسبل التعاون في القضايا المشتركة بين البلدين سنة مليئة بالاحتفالات وبالعطاء وخصوصا نحن نحتفل 200 عام على مرور العلاقة بين بريطانيا ومملكة البحرين نحتفل بعلاقات الصداقة بين البحرين وبريطانيا كان عاما مليئا بالنجاح بيننا من خلال الفعاليات الجادة التي رسخت للعلاقات بين البلدين وتكلل الزيارات على المستويين الدبلوماسي والسياسي خلال العام 2016 بزياره حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الى المملكه المتحده وزياره ولي عهد بريطانيا الامير تشارلز الى البحرين خلال جوله خليجيه. لتأتي بعدها مي رئيسة الحكومة البريطانية بدعوة من صاحب الجلالة إلى البحرين كأول دولة تزورها في المنطقة بعد توليها المنصب وتكون أول رئيس وزراء بريطاني يحضر القمة الخليجية التي استضافتها المملكة وشهدت نجاحا كبيرا أمن الخليج من أمن بريطانيا وبات أمرا هاما أكثر من أي وقت مضى بالنسبة إلينا ونتصدم عن الإرهاب في المنطقة والدول الأوروبية وعلى المستوى الاقتصادي شاركت المملكه في سوق السفر العالمي بلندن والمنتدى الخليجي البريطاني الذي استعرضت فيه البحرين اهم الاولويات الاقتصاديه للمملكه ودول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنميه مع بريطانيا خاصه بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي بريطانيا ملتزمه بدعم اقتصاد الخليج القوي من خلال التجاره والاستثمار معا كجزء اساسي في العلاقات الوثيقه ومشاركه المعرفه والمهارات والخبره للوصول لاهداف ضروريه القوى الناعمه من الفنانين والمثقفين استطاعت هي الاخرى دعم العلاقات البحرينيه البريطانيه بعرض تراث المملكه وتاريخها في اطار فني تحت رعايه صاحب السمو الملكي الامير اندرو دوكيورك لياتي تبادل الثقافات داعما للعلاقات الطويله بين البلدين نجاح دبلوماسي، سياسي، اقتصادي وثقافي مرت به العلاقات البحرينيه البريطانيه خلال العام 2016 لتنطلق من تاريخ 200 سنه الى عام جديد مليء بتحديات عالميه تتطلب تعاونا مشتركا بين الدول الصديقه. عبد جمال، تلفزيون مملكه البحرين، لندن.